السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أنا فتحي من قناة ياسمين لتعليم الكروشيه الصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحشتوني جدا 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 وكل سنة وانتم طيبين ويا رب سنة جديدة سعيدة عليكم بأمر الله النهارده بامر الله هنعمل غرزه تحفه شيك جدا جدا غرزه شتويه من الدرجه الاولى طبعا إيه هنعملها ايه يا مدام منى هنعملها شال هنعملها كوفيه كمان ممكن نعملها بلوزه كارديجان اي حاجه ممكن تتخيليها الغرزه دي تصلح فيها الغرزه دي عباره عن ايه عباره عن غرزه سريدي شبيهه بالزجزاج لكن مش الزجزاج يلا بينا نشوف الغرزه عشان ما اطولش عليكم يلا, يلا بينا. بينا نقول بسم الله انا هستخدم معايا خيط مهير هستخدمه على فتلتين يعني تقدري تستخدمي اي خيط سمكه زي الهيمالايا الفتلتين بيدوكي سمك الاليز هيمالايا عفوا هيمالايا افري او او اليز بيبي سكريم لو خدنا فتلتين فتقدري تستخدمي كده وتقدري تستخدمي كده تستخدمي خيط رفيع على فتلتين او كمان تستخدميه على فتله واحده بس انا افضل تستخدميه على فتلتين في الغرزه اللي احنا هنشتغلها دي طيب يلا بينا بقى نبدا السلسله بتاعتنا ونشوف هنعمل ايه اول حاجة هبدأ كده انا هستخدم قد ايه لما هستخدمه على فتلتين انا هستخدم ابرة رقم اربعة هبدأ معايا كده ممكن تستخدميه على ثلاثة ونص براحتك انا هبدأ كده اخد عقدة البداية بالطريقة اللي انت تحبيها وهبدأ امشي مجموعة من السلاسل بالعرض اللي انت عايزة هتعملي شال هتعملي مثلا سلسلة بطول خمسين سنتي هتعملي كوفية هتعملي آه سلسلة بطول مثلا عشرين سنتي على حسب ما انت عاوزة العرض اللي انت عايزة يبقى احنا هناخد سلسلة بالطول اللي مناسب ليك تمام كده انا خلصت السلسلة بالطول اللي انا عاوزاه تمام هنبدأ بعد كده طبعا انا خلصت السلسلة بدون عد بس على كده الطول اللي انا عاوزاه مش لازم اعد والباقي هنقصه هبدأ افوت سلسلة اول سلسلة دي هفوتها وهدخل في السلسلة اللي بعدها وهعمل حشو ادي واحد هحسبه كده واحد وبعدين كمان حشو آدي اتنين كمان حشو آدي تلاتة كمان واحد حشو يبقى أربعة يبقى أنا إشتغلت أول حاجة أربعة حشو بعد كده الغرزة اللي بعدها مباشرة هشتغل فيها ثلاثة حشو في نفس الغرزة آدي اتنين، آدي تلاتة يبقى هشتغل ثلاثة حشو في نفس الغرزة بتاعتي طيب هاجي بقى للغرز اللي بعد كده هشتغل بعد كده إيه هشتغل ثمانية حشو يبقى بس اليمين والشمال هشتغل فيهم اربعة ولكن ما بين الفصطنات هشتغل تمانية حشو. اربعة خمسة ستة سبعة تمانية يبقى احنا بنشتغل تمانية حشو يبقى هنا اربعة حشو وبعدين تلاتة حشو في نفس الغرزة وبعدين تمانية حشو. هيجي بعد كده الغرزه اللي هتقابلني هدخل فيها وهشتغل فيها ثلاثه حشو اللي اشتغل غرزه الزجزاج هيبقى عارف ان احنا دايما بيبقى فيه في النص كده ثلاثه تزايد طب بعد كده هنشتغل ايه هنشتغل ثمانيه حشو ادي اتنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعة ثمانية تمام يبقى كده اهو شايفين بقى الزجزاج يظهر عندي ازاي بصوا اهو يبقى هنا اربعة وبعدين ثلاثة في نفس الغرزة ثمانية ثلاثة في نفس الغرزة ثمانية وهيقابلني ثلاثة في نفس الغرزة وهكذا هفضل استمر لحد ما اخلص الطول اللي انا عايزاه وهرجعله وانا في نهاية السطر بتاعي بعد ما خلصت التلاتة الحشو دول هبدأ اخر حاجة هيبقوا بس اربعة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة تمام يبقى زي ما ابتديت هنا باربعة حشو تمام هنتهي كمان باربعة حشو اما في النص هنا تمانيات تمام كده حبايبى يبقى ده كده خلصنا اول السطر الجديد اللي هو رقم اتنين هطلع بيه سلسلة تمام انا هشتغل فى اللوب الخلفى من هنا يبقى انا هشتغل فى ظهر او فى الحرف او اللوب الخلفى من الغرزة تمام انا هسيب دي وهشتغل فى اول واحدة هنا اهو هعد واحد اتنين زى ما انت شايفين كده بشتغل فى اللوب الخلفى تمام وبعدين تلاتة وبعدين اربعة. تمام? لو لاحظتوا الغرزة رقم اربعة هي إيه اللي هتبقى هنا. اللي هو في الثلاثة اللي انا عملت لهم تزويد. طيب انا هاجي فين بقى? هلاقي نفسي عند الغرزة اللي هي في النص. هدخل فيها في الغرزة اللي في النص دي. وهعمل ثلاثة حشو. ادي اثنين وادي تلاتة. يبقى يعني انا فوتت هنا. غرزه يبقى انا فوتت هنا غرزه، الغرزه اللي انا فوتتها هنا خدتها هنا وزودت ثلاثه حشو طيب بعد كده هعمل ايه؟ هشتغل واحد كمان برضو في اللوب الخلفي ادي اثنين حشو ثلاثه اربعه تمام اربعه حشو طيب وبعدين بعد الاربعه حشو هفوت واحد اثنين وهدخل في رقم ثلاثه يبقى انا فوتت اثنين اهو هنا هدخل في رقم تلاتة وأعمل واحد اتنين تلاتة أربعة لو ما تيجوا تتأكدوا إن إنتم شغالين صح الغرزة الرابعة دي هي أول غرزة في اللي أنا اشتغلتهم ثلاثة في الدور اللي قبله أول غرزة فيها هي كانت الرابعة طيب الغرزة اللي في النص بقى في الثلاثة اللي أنا كنت زودتهم تحت هي دي اللي هعمل فيها تزايد طبعا كله في اللوب الخلفي هعمل واحد اتنين ثلاثة أهو بعد كده بقى خلاص خلصت بقى الثلاثة اللي في النصف هبدأ بعد كده برضو أشتغل أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة تمام هفوت كام غرزة هفوت واحد اثنين وهدخل في الغرزة رقم ثلاثة أعمل واحد اثنين ثلاثة أربعة لو لاحظتوا برضو الغرزة رقم اربعة معايا هنا هي اول واحد في الثلاثة التلاتة اهم التلاتة واحد اتنين تلاتة هي اول واحدة انا إشتغلتها طب اللي في النص هنا هي اللي هعمل فيها التزايد اظن كده الوضع بقى بسيط خالص اهو اتنين تلاتة وهشتغل وهكذا هكمل لحد الاخر وهرجع لكم في الاخر نشوف هنعمل ايه يبقى انا كده اشتغلت في اللوب الخلفي لو قلبتها كده هلاقيها بالشكل ده <applause> تمام حبايبي رجعت لكم بعد ما جيت عند اخر سطر زي ما قلت لكم هنا الثلاثه اهم زودتهم هرجع بقى اخد واحد اتنين ثلاثه وادي الغرزه اهي اربعه يبقى عملت اربعه تمام هرجع اطلع بسلسله تمام واول واحده مش هشتغلها لازم دايما تكونوا عارفين ان احنا محتاجين شايفين التلاتة التزويد اللي هنا اهم لو رجعنا كده نبص عليهم اهم دول التلاتة التزويد بتوعي التلاتة لازم واحدة منهم تدخل هنا مع المجموعة دي طيب يبقى انا هفوت أول حلقة وهدخل أعد كده ادي واحد اهو نعدهم كده معايا ادي واحد اتنين تلاتة أربعة هلاقي الأربعة هي أول واحدة في دول يبقى انا هفوت دي اهي هفوتها وهدخل في اللي بعدها مباشره برضو في اللوب الخلفي اعمل واحد ادي اثنين وادي ثلاثه وادي اول واحده في الثلاث غرز الحشو اهو اللي هنا التلاتة دول اول واحده فيهم هي اللي انا عملت فيها لكن اللي في النص هي اللي برضو هيبقى فيها التزويد واحد اثنين ثلاثه انا مش بعمل حاجة جديدة خالص نفس اللي انا بعمله بعدها هشتغل اربعة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة طبعا لما بتكون فتلة زي ده كده ده نتيجة ان انا بشتغل في فتلتين فساعات فتلتين فتلة منهم بتفلت من على الابرة فبيفضل في فتلة كده بالابرة بتقدري ايه تغطيها خلاص عملنا اربعة حشو هسيب واحد اتنين وأمسك في التالتة اللي بعدهم وآخد نفس الشيء أربعة حشو؛ واحد اتنين تلاتة أربعة، واللي هتيجي عندي في النص باينة قدامي لازم تتأكدي إن هي الغرزة اللي في النص، لو ما اتأكدتيش هتلاقي نفسك كده إيه سرحت فيه غلطة والغلطة بدأت تتفاقم في الدور ده لأ اللي بعده لأ اللي بعده، فهتسبب لك غلط في الشكل. خلاص عرفنا الراوند ده هيبقى شكله ازاي نفس الراوند اللي قبله بالظبط وهيديني الزجزاج بالشكل ده تمام يبقى اللي انا شغاله فيه ده هو الراوند رقم ثلاثة يبقى انا اشتغلت اول راوند الحشو وبعد كده حشو في الخلفيه وبعد كده الحشو الثالث يبقى ده ثالث راوند هكمل راوند جاء. رقم ثلاثة اهو هنبدا الراوند اللي بعده بنفس الطريقه يعني مفيش جديد لا مفيش جديد ادي آه اول غرزه المفروض ادخل فيها مش هدخل فيها هدخل في اللي بعدها وهعمل واحد اتنين في اللوب الخلفي تلاتة اربعة تمام هلاقي نفسي فعلا عند الغرزة اللي في النص في التلاتة اهم هبدأ اعمل فيها تزويد او شوفوا بقى الفتلة كده ساعات الابرة بتاخد فتلة واحدة هبيحصل المشكلة دي واحد اتنين تلاتة تمام وهكرر نفس اللي احنا عملناه قبل كده اربعة حشو ادي اتنين تلاتة اربعة وبعد كده هسيب واحد اتنين وهدخل في اللي بعدها وهكرر بنفس الطريقة الراوند ده. تمام? هخلص الراوند ده. وهرجع لكم نشوف ايه الجديد. وبعد ما خلصت خلاص الراوند رقم أربعة في الغرزة بتاعتي تمام زي ما انتم شايفين كده بقت زجزاج جميل ومتماسك هنبدأ بعد كده السطر إيه الخامس تمام السطر الخامس أنا هنا في إيدي هو الخيط تمام آخر حاجة خلصتها هي دي تمام هطلع بس بسلسلة وبعدين احنا كنا بنفوت أول واحدة تمام هفوتها اهو وبعدين هدخل في اللي بعدها آخد منزلقة تمام أنا عايزة تلات غرز بما فيهم الغرزة اللي في الجنب هنا واحد اتنين تلاتة، يبقى أنا عايزة كمان واحدة منزلقة، يبقى أنا اشتغلت كام واحدة منزلقة هنا اهو اتنين منزلقة، طيب بعد كده هطلع بخمس سلاسل واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وهعتبره ده عمود بثلاث لفات، هرجع ألف واحد آدي اتنين آدي تلاتة، هدخل في الغرزة الجديدة اللي جاية عندي برضو من اللوب الخلفي وهبدا اخرج من حلقتين 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 يبقى انا عملت كده ايه عمودين كمان مره واحد اتنين ثلاثة هدخل في الحلقه اللي جايه برضو اللوب الخلفي وهبدا اخرج حلقتين 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 يبقى انا كاني عملت كام عملت ثلاثة عمود بثلاث لفات لو انتي لاحظتي كده بقى الغرزه اللي عليها الدور هي اللي في النص هنا في الثلاثة اللي كانوا في النص هي اللي في النص هلف برضو واحد اتنين تلاتة وهدخل في الغرزة دي اعمل عمود بثلاث لفات اهو ادي اول واحد الف كمان واحد اتنين تلاتة في نفس الغرزة ونفس المكان هعمل كمان عمود واحد اتنين تلاتة يعني تزويد تزويد في النص كنا بناخد ثلاثة حشو انا هاخدهم ثلاثة عمود بثلاث لفات نفس الغرزة برضو هدخل ادي عمود اتنين ثلاثة اهو يبقى انا عملت ايه تزويد في الغرزة دي كام ثلاثة اهو واضحين كده ارجع الف واحد اتنين ثلاثة اجي في الغرزة اللي عليها الدور اهي هعمل برضو واحد اتنين ثلاثة كمان مرة الغرزة اللي بعدها على طول اهو واحد اتنين ثلاثة كده عملت انا كام عمود اثنين لسه في فاضل واحد اهو في الغرزه اللي جايه بعدها على طول برضو زي ما اتفقنا خلاص هو في اللوب الخلفي تعالوا نعد احنا بقى ونشوف احنا عملنا ايه بصوا المجموعه معايا اهي يبقى انا هنا اشتغلت اول حاجه ثلاثة عمود ب تلات لفات زي ما انتم شايفين اهو بعد ما طلعت السلاسل دي ثلاثة وبعدين في النص في الغرزه اللي في النص هنا عملت كام اهو دول ثلاثة اهم هنا دول ثلاثة وبعدين في الغرزة اللي في النص عملت تزويد ثلاثة في غرزة واحدة وبعدين في الجنب هنا عملت ثلاثة بقى الشكل زي ما انتوا شايفينه كده طيب بعد كده هعمل ايه هلف الخيط على الابرة ثلاث لفات واحد اتنين تلاتة وابدا اشوف هنا هفوت كام كنا في الحشو بنفوت غرزتين هنا هفوت كام هفوت اربعة هعد واحد اتنين تلاتة اربعة وهدخل في رقم خمسة يبقى انا هفوت كام غرزة؟ هفوت أربعة وهدخل في رقم خمسة عشان تبقى بالشكل ده كمان مرة ادي ثلاثة اهو ثلاث لفات واخرج حلقتين 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 ثلاثة اهو حلقتين 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 تمام شايفين؟ وبعد كده واحد اتنين تلاتة اتأكد ان الغرزة اللي هشتغل فيها هي اللي في النص اهي علشان اعمل فيها التزويد اللي هو تلاتة تلاتة ايه اللي كان قبل كده كانوا تلاتة حشو لكن المرة دي هيبقوا تلاتة بس تلاتة اعمدة بثلاث لفات اهو ادي العمود الثاني هلف كمان ثلاث لفات علشان اعمل العمود الثالث. يبقى انا كده زودت في النص اهو تلاتة زي ما انتم شايفين اهو هبدأ بعد كده ثلاث غرز حشو في اللوب الخلفي هعمل فيهم تلات اعمده ادي العمود الاول الحشو اللي بعده هعمل العمود الثاني اهو الحشو اللي بعده هعمل العمود الثالث واحد اثنين ثلاثه اهو يبقى عملت المجموعه دي نفس المجموعه دي عددهم كام عددهم تسعه تسعه اعمده هنا وتسعه اعمده هنا اروح مباشرة كمان مرة اهو هنعد واحد اتنين تلاتة اربعة وندخل في رقم خمسة تمام هكرر بقى بنفس الشكل اللي احنا اشتغلناه ده لحد نهاية السطر تمام نخلص بقى للاخير وارجع عشان هيبقى فيه هنا هقول هنعمل بعد ايه خلصت حبايبي ده خلاص وهنا اشتغلت التسع اعمدة بثلاث لفات يتبقى هنا عندي في ثلاث سلاسل مش هشتغل فيهم حاجة هسيبهم زي ما هما كده اه هسيبهم زي ما سبت هنا كده عملت منزلقة نفس الشيء هسيبهم الناحية التانية مش هشتغل فيهم طيب السطر اللي بعده هيبقى عبارة عن ايه عبارة عن هاخد سلسلة تمام وهبدأ اشتغل في الاعمدة دي بصوا كده لو انا دول ثلاثة تمام اللي أنا إشتغلتهم ودول ثلاثة في النص هخليهم أربعة يبقى هشتغل الأربعة دول يبقى معناها أول واحدة هنا أنا هاخدها معايا هشتغلها عشان يبقى ده أول حشو وبعدين التاني يبقى أنا اشتغلت أول واحدة قدامي أهو وآدي التاني يبقى اثنين حشو وآدي التالت يبقى ثلاثة حشو وآدي الرابع اللي هي من واحدة فيهم اللي هي التلاتة التزويد، اهو يبقى كانوا عندي تلاتة على الجنب اهم اشتغلتهم وواحدة من التلاتة التزويد اللي في النص أخدتها معايا، طيب اللي في النص بقى عندي هنا هعمل فيها ايه؟ هعمل فيها تزويد زي ما كنا بدأنا بالظبط، يعني هعمل فيها تلاتة حشو، آدي التالت، بعد كده هعمل آدي واحد حشو، آدي اتنين كنا بنشتغل كام واحدة حشو؟ تمانية صح؟ آدي اتنين ثلاثه اربعه خمسه هنفوت حاجه في السطر ده لا مش هنفوت حاجه سته سبعه ثمانيه تمام هتيجوا تلاقوا فين احنا فين اهو الاربعه دول خلاص هلاقي نفسي هنا عند العمود اللي في النص هو ده هدخل وهعمل فيه تزويد واحد اتنين. ثلاثه خلاص تمام كده يبقى السطر سهل خالص اهو عبارة عن أول سطر اشتغلناه بالظبط نفسه بالظبط يبقى أربعة حشو تلاتة في نفس المكان تمانية حشو تلاتة في نفس المكان وهكذا هكمل على السريع كده خلاص أنا كده يعتبر خلصت أدوار الغرزة معايا يبقى أنا ابتديت هنا أربع سطور حشو زي ما شفنا وبعدين السطر اللي انتم شايفينه ده اللي هو بالأعمدة وبعدين بدينا أول سطر بديناه تحت اللي هو كان أربعة ثلاثة وبعدين تمانية حشو 3 تمانية حشو وهكذا طب اللي بعد كده هيبقى ايه هيبقى نفس المجموعه دي نفس المجموعه اللي هنا هكررها هنا ودي هكررها بعدها وهكذا تعالوا بقى نشوف شكل الغرزه النهائي طالع شكلها ايه وادي <applause> شكل غرزتنا النهائي وجمال الغرزه وروعتها زي ما انتم شايفين كده الغرزه حلوه قوي وشيك جدا بصوا يعني تحسوا ان هي 3 دي طب انا هعرف فشها من ظهرها ده ظهرها اهو هتلاقي الاعمده هنا مش اماميه لكن لما تقلبيها كده تحسي بروز للسطور دي شكلها تحفه هتعمليها كوفيه متماسكه جدا زي ما انتي شايفه كده هتعمليها كوفيه هتبقي في منتهي الشياكه هتعمليها كمان شال وتعملي شراشيب هنا في الاجزاء دي برضو هتبقي في منتهي الشياكه اي منتج هتستخدمي فيه الغرزه دي هي شيك جدا وجميله بتمنى ان انا اكون افدتكم وبحبكم في الله وما تنسيش اللايك وما تنسيش لو انت جديده اشتركي في القناه ويلا